مشاهدين متبقى نشوف تي في مرحبا بكم في مباشر جديد وصباحكم سعيد. انتم مباشرة على قناة شوف تي في من قلب احد اعرق الاحياء بمدينة الدار البيضاء الحي المحمدي. لحظات قبل بزوغ شمس يوم جديد، هذه هي الأجواء بشوارع مدينة الدار البيضاء. وبهذه المناسبة كنقول للناس اللي غادي يخدموا في الصباح الله يسهل عليكم، الله يديكم على خير. الناس اللي سايقين ردوا البال، مزيدا من الحذر. إذن الساعة تشير إلى 7:07، هذه هي الأجواء بشوارع مدينة الدار البيضاء.
هشام فضال بونجور دو فرانس، مرحبا لاله عائشه، مرحبا بك وشكرا على المتابعه. ومرحبا بالناس الجاليه بالديار الفارسيه. نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.